وللحديث أكثر عن احتفالات المواطنين باليوم الأول من عيد الفطر معنا شبكة مراسلي المملكة، معنا ساندرا القطمين من عمان، معنا أسامة المومني من إربد، وصفاء الخوالدي من العقبة. صباح الخير لكم جميعا وكل عام وأنتم بألف خير. نبدأ معك ساندرا وتفاصيل أكثر وكيف يبدو المشهد اليوم بعمان بأول أيام عيد الفطر السعيد. صباح الخير روز، وصباح الخير لجميع مشاهدينا، وكل عام الأمة العربية والإسلامية بألف خير. هناك تساؤلات عديدة من قبل المواطنين حول فتح الحدائق العامة، يعني ضمن الإجراءات التخفيفية التي تقوم بها الحكومة من حيث فتح القطاعات، سيكون هناك فتح للحدائق العامة بعد الإغلاقات التي كانت بسبب الجائحة الفيروسية، ولضمان عدم انتقال العدوى الفيروسية للمواطنين وضمان سلامتهم وصحتهم. نتحدث اليوم عن ما يقارب 143 حديقة عامة و16 متنزها في بالتحديد بالعاصمة عمان. يعني هذه الإغلاقات كانت حيث حرصت أمانة عمان في فترة هذه الإغلاقات على التعقيم المستمر والحفاظ على الغطاء الأخضر، بالإضافة إلى تفقد شبكات الري في الحدائق العامة. يعني نتمنى السلامة للجميع والاهتمام في ارتداء الكمامة والاهتمام بإجراءات السلامة العامة، وخاصة بالتزامن مع هذا اليوم عيد الفطر المبارك. سيكون هناك توجهات أو إقبال كبير على الحدائق العامة من قبل العائلات والأطفال، فنتمنى السلامة للجميع، بالإضافة إلى التزامهم المستمر والدائم على عمليات التعقيم المستمر وعلى اتباع التباعد الجسدي والمكاني لهم. نعم، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل ساندرا. ونشاهد الصور الآن من إحدى الحدائق في عمان، وله الأطفال واللعب بالكرات. يعني كرة القدم عيد مش عيد شغال تلعب. شغال. احنا عندنا اياها جوا البيت. الأطفال صغار فبيلعبوا جوا البيت، والتكسير جوا البيت بيصير. يعني في علي عدد كبير يمكن من الأشخاص لما سمحوا بافتتاح الحدائق العامة، في ناس قالت إنه ليش الحدائق العامة، يعني نركز مع قطاعات أخرى. لا، الحدائق العامة مهمة جدا، لأنه عدد كبير من الأطفال ما عم بتنفسوا إلا بهاي الأماكن. صحيح. خاصة إنه كمان ما عم بيكون في مدارس، فهاد هو يعني هاي هي الوجهة الوحيدة لهم سواء بالعيد أو بغير الأعياد. فكل عام والجميع بألف خير، وبالنهاية هي يعني منطقة مفتوحة بالهواء الطلق، فهي أفضل أيضا وموائمة وملائمة للظروف الحالية اللي إحنا عم نعيشها بظل جائحة كورونا. نعم، شكرا على هذه الصور وهذه التفاصيل ساندرا القطمين مراسلة صباح المملكة من عمان. نذهب الآن إلى إربد ومراسل المملكة أسامة المومني. أسامة، صباح الخير، كل عام وأنت بألف خير. يعني تحدثنا في الصباح الباكر ونقلنا أجواء صلاة العيد وخطبة العيد في إربد. الآن كيف هو الوضع العام في إربد انطلاق الناس خلال أول أيام عيد الفطر السعيد؟ نعم علي، كل عام وأنتم بألف خير. يعني بالفعل أدى اليوم عشرات الآلاف صباح هذا اليوم صلاة العيد في قرابة 200 موقع خصصت لأداء صلاة العيد في محافظة إربد، ولوحظ بأن هناك كان يعني كثافة كبيرة لدى المصلين في بعض المواقع، على سبيل المثال في منطقة الملعب البلدي التي رصدت كاميرا المملكة توافد عدد كبير من الأشخاص إلى هذا الموقع. نتحدث عن الحركة يعني في الشوارع، لا زالت الحركة حتى اللحظة محدودة مقارنة ب يعني ما يتوقع أن تكون خلال الساعات القادمة. نتواجد الآن في شارع راتب البطاين المؤدي إلى شارع بغداد ومنطقة ما يعرف بإشارات القيروان، حتى اللحظة حركة أقل يعني من المعتاد للمركبات كما نشاهد في الصورة وكما تظهر الصورة أمام الكاميرا الآن، ولكن نتوقع خلال الساعات القادمة بأن يكون هناك حركة نشطة في مختلف مناطق المحافظة، يعني للأشخاص سواء للمتسوقين أو المتنزهين
أو الأشخاص يعني الراغبين بزيارة الأرحام والأقارب، يعني عادة في إربد العادات ويعني التقاليد كباقي مناطق المملكة في هذه الأثناء يكون هناك زيارات ما بين الأقارب وما بين الجيران، بعد ذلك يكون هناك التسوق والذهاب إلى الأسواق والمواقع الترفيهية، وهذا يعني قد يكون السبب الرئيس في عدم وجود كثافة عالية على الشوارع الرئيسية والطرقات الرئيسية. حتى الأسواق الكبيرة في محافظة إربد لا زالت يعني تشهد حركة محدودة مع ساعات الصباح، ولكن خلال الساعات القادمة متوقع أن تزداد وتكون كثيفة جدا هذه الحركة، خاصة بأن ساعات الحظر الجزئي تم تمديدها هذا اليوم وتقليصها عفوا، ما يعني بأنه سيكون هناك بعد فترة طويلة من ساعات الحظر سيكون هناك فترات سماح والمزيد من ساعات السماح للمواطنين سواء للتنزه أو التسوق أو قضاء حاجياتهم بشكل طبيعي. محافظ إربد رضوان العتوم بين المملكة بأنه تم توزيع يعني والترتيب مع الجهات المعنية لتنظيم أمور هذا العيد ولضمان سير هذا العيد بالشكل المطلوب ودون وجود أي صعوبات، يعني على الرغم من وجود جائحة كورونا وشروط التباعد الاجتماعي وشروط الحظر الجزئي، لكنه بين بأنه تم التنسيق ما بين جهاز الأمن العام على سبيل المثال إدارة السير وما بين البلديات وكافة الكوادر المعنية لتسير الأمور بشكل طبيعي دون وجود أي إشكالات خلال هذا العيد، ويعني دعا جميع إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي والحفاظ على عناصر السلامة العامة لضمان الخروج من هذا العيد دون تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا لا قدر الله. يعني أسامة أنت يعني كنت معنا منذ بداية هذا اليوم وببث مباشر لصلاة العيد، كيف كان التزام المواطنين بإجراءات السلامة خلال صلاة العيد؟ يعني كونه كما ذكرت بالبداية بأنه كان هناك أعداد كبيرة منهم أدوا صلاة العيد. نعم، يعني حقيقة مارسته كاميرا المملكة كان هناك التزام لغالبية المواطنين الذين أدوا صلاة العيد سواء بارتداء الكمامة أو بالتباعد الاجتماعي وهو ما لوحظ في الصفوف الأولى، ولكن ربما بعد ذلك يعني قد يكون هناك الاكتظاظ الكبير أدى إلى وجود يعني تقارب بين الأشخاص، ولكن بحسب مدير أوقاف يعني إربد الذي بين المملكة بأنه كان هناك التزام وتنسيق، يعني التزام من قبل المواطنين وتنسيق تم على أعلى درجة، وكان هناك إرشادات يعني ووضع لوحات إرشادية لضمان الحفاظ على التباعد الاجتماعي والسلامة العامة، ولكن يعني عادة عندما يكون اجتماعات كبيرة في مثل هذه الأمور قد يكون هناك بعض التجاوزات ولكنها كانت يعني محدودة جدا، وكان هناك التزام من قبل المصلين للحفاظ على سلامتهم. نعم، شكرا جزيلا لك أسامة المومني مراسل المملكة من إربد، ابقى معنا حتى نستمع معا لتفاصيل الأجواء العام في محافظة العقبة مع مراسلتنا من هناك صفاء الخوالدة. صباح الخير صفاء، كل عام وأنت بألف خير، ويبدو بأنه بدأت أجواء العيد منذ الساعات الصباح الباكر في العقبة. بالبداية صباح الخير علي وروز، وكل عام وأنتما بألف خير وجميع أيضا المشاهدين. بالحديث عن العقبة وكيف استقبلت فعليا المدينة عيد الفطر السعيد، في ساعات الصباح الباكر بدأ أبناء المحافظة بالتوافد للمواقع التي خصصت لأداء صلاة عيد الفطر السعيد في لواء جويرة، بالإضافة أيضا إلى قضاء وادي عربة وقصبة مدينة العقبة، والتي كانت في عدد من المساجد والساحات الخارجية في بعض الأحياء السكنية. خطبة لربما خطبة عيد الفطر السعيد كانت تتحدث بشكل مباشر عن الوضع الراهن في القدس وفي المسجد الأقصى وما يتعرض له قطاع غزة من استهداف مباشر من قبل قوات الاحتلال، شيوخ وأيضا وجهاء وممثلين أيضا عن النقابات والأحزاب في مدينة العقبة أكدوا بأن عيد الفطر السعيد هذه المرة جاء بشكل ينتقص فيه من فرحته نتيجة للإجراءات الراهنة وأيضا الأوضاع الراهنة في قطاع غزة وما يتعرض له المقدسيون والفلسطينيون من تنكيل من قبل قوات الاحتلال بشكل عام. وأيضا خلال اليومين الماضيين كان هنالك وقفات احتجاجية في مدينة العقبة، دعا
دعما وطلبا أيضا لنصرة الأقصى والمقدسيين والفلسطينيين. بالحديث اليوم عن الأجواء داخل قصبة العقبة وتحديدا منطقة شاطئ الغندور، يعني كان هنالك استعدادات صرحت وأوضحت عنها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من حيث إعدادها لخطة متكاملة فيما يتعلق بكيفية استقبال الزوار ضمن البروتوكولات الصحية المعتمدة، وأيضا فيما يتعلق بنشر الكوادر التفتيشية على المنشآت في الأسواق، وأيضا التأكد من جودة تقديم المواد الغذائية بشكل عام في أسواق مدينة العقبة وفي المطاعم وفي الفنادق التي سجلت فعليا نسبة إشغال فندقي بما يقرب من 83% لغاية هذه اللحظة بحسب ما أورد لنا مفوض السياحة والشؤون الاقتصادية ونائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شرحبي الماضي. بالحديث عن هذه النسبة، نتحدث هنا عن الفنادق الشاطئية والتي بلغت نسبة الإشغال بها 100%، بينما نتحدث عن الفنادق الأقل من 3 نجوم نسبة الإشغال الفندقي بحسب ما أوضحت سلطة العقبة بأنها كانت ضعيفة. لربما هذا المشهد الذي نراه الآن، في كل عيد تكون الحركة على هذا الشاطئ بشكل أكبر من الذي نراه اليوم، في كل عيد فعليا صباح عيد الفطر السعيد تكون هنالك توافد للمواطنين بشكل وبصورة أكبر من التي نلحظها اليوم، ولكن مما لا شك فيه بأن كورونا وقيودها قد أسهمت بشكل واضح في انخفاض نسبة الإشغال الفندقي، بالإضافة أيضا إلى أعداد زوار مدينة العقبة. في كل عام فعليا الأعوام السابقة تحديدا لجائحة كورونا تكون نسب الإشغال الفندقي في العقبة ممتلئة، وأيضا يكون هنالك بحث عن خيارات أخرى غير الفنادق في مدينة العقبة. نتحدث عن وجود أكثر من 4000 غرفة فندقية كانت تمتلئ بشكل مباشر، بالإضافة أيضا إلى وجود فيما مضى الرحلات السياحية الجوية الخارجية والتي يتوقع عودتها خلال الأيام المقبلة لتعود فعليا مدينة العقبة لاستقبال خاصة الطيران الروسي بحسب ما أوضحت لنا الجهات المعنية. ولكن اليوم نتحدث عن نسبة السياحة الداخلية من المحافظات الأخرى وفق الاشتراطات الصحية. كان هنالك أيضا حديث من قبل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة فيما يتعلق بوضع خطة إلكترونية تتضمن إرسال رسائل نصية إلكترونية للمواطنين للتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة. هنالك أيضا خطة متكاملة ما بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة علي وروز فيما يتعلق بكيفية الحفاظ على نظافة المدينة ومنع حدوث أي ازدحامات مرورية. هذه الخطة والتي تم وضع محاورها ما بين محافظة العقبة، وتم أيضا افتتاح غرفة عمليات بهذا الشأن، وأيضا نتحدث عن الشرطة البيئية ونتحدث عن الكوادر الراجلة والميدانية من قبل مفوضية السياحة والتي تقوم بالتأكد من جودة المواد الغذائية المقدمة للمواطنين، وأيضا مدى التزام المنشآت السياحية والفندقية في مدينة العقبة بالتقيد بإجراءات السلامة العامة. القطاع التجاري أيضا مع عودة العمل لغاية الساعة 10 مساء بالنسبة للمنشآت، يعني غرفة تجارة العقبة عولت كثيرا على هذا القرار بأن يسهم في تحسين وتيرة وعجلة الاقتصاد، خاصة بعد الخسائر الكبيرة التي سجلها القطاع التجاري خلال الفترات الماضية. موسم عيد الفطر السعيد يشكل يعني ذروة الموسم فعليا هي هذه الأيام وعطلة عيد الفطر، يعول عليها كثيرا التجار بأن تسهم في تحسين المردود المالي وأيضا تحسين الوضع بشكل عام نتيجة للخسارات التي تعرض لها القطاع خلال الفترات الماضية. إلا أن بعض التحديات ما زالت لغاية اليوم ماثلة بطبيعة الحال أمام هذا القطاع. نتحدث عن سواء كان القرارات الأخيرة من قبل رئاسة الوزراء فيما يخص توحيد الإدارة الجمركية والضريبية، وأيضا قانون المالكين والمستأجرين وارتفاع قيمة التخمين بحسب ما أوضح تجار مدينة العقبة. هذه الأمور جميعها تعود بالأثر السلبي بحسب ما أوضحوا على العمل، خاصة مع انتساب أكثر من 4000 مستثمر في مدينة العقبة. يعني نتحدث عن وتيرة عمل اقتصادية بغاية الأهمية، ومدينة العقبة بطبيعة الحال منذ بدء الجائحة كانت من المدن التي كان لديها استثناءات عديدة لعدد من المنشآت الاقتصادية الهامة بها والمعنية بسلسلة التزويد والنقل للمحافظات الأخرى وعمليات الترانزيت. يعني لغاية هذه اللحظة أيضا في الأسواق التجارية ما تزال الحركة خجولة ومتواضعة، البعض يرجع ذلك إلى أن الحركة لربما في مدينة العقبة وارتفاع درجات الحرارة بطبيعة الحال تؤثر بشكل مباشر على حركة المواطنين، ولكن مع عمل عودة العمل بالنسبة لساعات الليل يتوقع أن يكون هنالك حركة في الأسواق التجارية والمنشآت العامة والحدائق بشكل أفضل.
يعني صفاء، اول شيء بدي احكي لك يا ريتنا عندكم يا ريتنا معكم اليوم بالعقبه، شكلها الاجواء حلوه ورائعه جدا صفاء، ولكن يعني من خلال الصور اللي كنا عم نتابعها بالمشهد وراكي موضوع الالتزام يبدو قليلا على الشواطئ، الكمامات غير حاضره، وهناك اعداد كبيره من المواطنين راح يكونوا موجودين بخليج العقبه خلال عطله عيد الفطر، فما مدى الالتزام خلال هذه الفتره؟ لأنه رح يكون في أعداد كبيرة جدا ورح يكون في اكتظاظ ببعض الأماكن السياحية هناك. يعني بالفعل روز، بالحديث عن هذه النقطة تحديدا، هنالك فعليا تفاوت بين الزوار بالالتزام بإجراءات السلامة العامة وارتداء الكمامة وأيضا أخذ مسافة التباعد الاجتماعي. يعني بالرغم من أن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قد أوضحت عن وجود كوادر للتفتيش على الشواطئ تحديدا، يعني المنطقة التي نتواجد بها حاليا لم نلحظ وجود أي كوادر للتفتيش على الالتزام بإجراءات السلامة العامة وأهمية أيضا الأخذ بعين الاعتبار بالنسبة لمسافة التباعد الاجتماعي. لا نعلم فيما إذا كان هنالك فعليا اي كوادر في اي مناطق اخرى، ولكن المنطقه التي اتواجد بها حاليا لم نلحظ وجود اي كوادر تقوم بعمليه التفتيش، بالرغم من ان كان هنالك تصريحات سابقه بان مدينه العقبه يتوقع ان ترتفع بها نسبه الاشغال الفندقي وايضا اعداد الزوار. لربما بالحديث هذا عن اليوم الاول، ولكن اليوم الثاني واليوم الثالث كما تعهد مدينه العقبه تكون نسبه قدوم الزوار الى المدينه بشكل افضل نوعا ما، وهذا الامر الذي تحدثت عنه الجهات بشكل مسبق باهميه الاخذ بعين الاعتبار بان يكون هنالك خطه متكامله، خاصه ايضا مع حديث الحكومه بشكل مسبق عن ان مدينه العقبه سوف تكون منطقه خضراء وامنه وذلك لتسويقها سياحيا. كما نلحظ من خلال الكاميرا هنالك تواجد فعليا للبعض من الأجهزة الأمنية على منطقة شاطئ الغندور، هذا بالنسبة للأجهزة الأمنية، ولكن الكوادر المدنية التي تحدثت عنها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لا تتواجد حاليا في المنطقة التي نحن بها. كما أوردت لك سابقا روز، الحديث عن مدينة العقبة كمنطقة خضراء كانت بحاجة إلى جهود مشتركة ما بين وزارة الصحة ممثلة بمديرية صحة العقبة فيما يتعلق بإعطاء اللقاحات للمواطنين خلال الفترات الماضية، وفعليا تم إعطاء اللقاحات لأكثر من 25,000 بالنسبة للقطاعات كافة وأيضا للمواطنين، وهذه النسبة تعتبر نوعا ما مشجعة لأن يكون وأن تساعد صناع القرار بفتح القطاعات بشكل عام في مدينة العقبة، كما أوضح رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف البخيت. نعم صفاء، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل عن محافظة العقبة والوضع السياحي في العقبة. وطلب شخصي، وجهي تحية للأطفال اللي خلفك، احكي لهم كل الأردن شافتهم وهم بوجهوا بتعيد عليهم تحيات وبنعيد عليهم كل عام وهم بألف خير. شكرا جزيلا لك صفاء الخوالدي من العقبة، أسامة المومني من إربد، ساندرا القطمين من عمان، شكرا جزيلا لكم. وتنضم إلينا في هذه اللحظات مجد القصير من عمان، وسنتحدث معها حول التزام المواطنين بإجراءات السلامة خلال اليوم الأول من أيام العيد. مجد صباح الخير وكل عام وأنت بألف خير. وانت بخير علي وجميع المشاهدين بألف خير. يعني حركة السيارات وتحديد المواصلات العامة الآن يعني نستطيع بوصفها بأنها ما بين ضعيفة ونشطة، أما تواجد المواطنين فهو ضعيف. الجميع يعلم أن الساعات الصباح الأولى يعني نادرا أو عدد قليل من المواطنين متواجدون الآن في الأسواق، يعني بعد ساعات يعني العصر تكون هناك يعني تواجد كثيف للمواطنين نظرا لانخفاض درجات الحرارة، وأيضا هناك إجراءات حكومية يعني تخفيفية في خلال فترة الأعياد والتي من خلالها بدأت بتقليص ساعات الحظر، يعني نتحدث عن يعني بالدخول في ساعات 11 مساء. هذه الإجراءات يعني ربما ستساهم نوعا ما يعني تخفيف من تواجد المواطنين في الساعات الأولى، أيضا ارتفاع درجات الحرارة علي، يعني جميعها عوامل تؤدي إلى يعني ضعف تواجد المواطنين. نتحدث عن حركة المواصلات كما قلت سابقا ما بين ضعيفة ونشطة. أنا الآن أتواجد في منطقة وسط البلد وتحديدا في ساحة مسجد الحسيني، هناك
هناك إجراءات أمنية يعني كثيفة وضعتها الجهات الأمنية المختصة ليكون العيد آمنا لجميع المواطنين يملأه الفرحة بعيدا عن أي مشاكل، خاصة مع الجائحة التي تمر بها الأردن وسائر بلاد العالم. تحدث عن خطة أمنية يطلعنا عليها العقيد خليل العبد الله. تسعد صباحك سيادة العقيد. هناك خطة أمنية وضعتموها لثلاثة أيام العيد، هل لك أن تطلعنا عليها؟ سيدتي أتقدم بأطيب التهاني لمقام سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين وولي عهده الأمين وللشعب الأردني بهذه المناسبة الكريمة، مناسبة عيد الفطر السعيد. حقيقة مديرية الأمن العام دابت دائما على وضع الخطة الأمنية المتكاملة لجميع المناسبات. فيما يتعلق بعيد الفطر السعيد فقد وضعت مديرية الأمن العام خطة أمنية توعوية متكاملة وخطة مرورية أيضا لكافة أنحاء المملكة، حتى يعني يستطيع مواطن الكريم أن يتنقل في أرجاء المملكة ويحتفل بهذه المناسبة الكريمة. أيضا كما أشرت سابقا فيما يتعلق بتخفيف ساعات الحظر الآن زادت عندنا للساعة 11 مساء، هذا أيضا يعني تم ترتيبه من ضمن الخطة الأمنية. إحنا منذ الصباح الباكر من ساعات الفجر تم توزيع مرتباتنا على المصليات في كافة أنحاء المملكة حتى يستطيع مواطننا يؤدي طقوس الدينية والشعائر الدينية على أكمل وجه، أيضا للدور الإرشادي والتوعوي وموضوع مراعاة التباعد الاجتماعي. أيضا فيما يتعلق بالخطط المرورية تم نشر أعداد كبيرة من مرتبات الأمن العام وإدارة السير والدوريات الخارجية بكافة الأسواق والشوارع الرئيسية والمفترقات والطرق الخارجية أيضا حتى للإرشاد والدلالة ولتوعية أخونا المواطن نحد من الحوادث لا قدر الله من المخالفات. دورنا حقيقة في موضوع المخالفات يعني المخالفات الخطرة يتم تحريرها، أما المخالفات البسيطة فيتم الدور هو إرشادي توعوي لأخونا المواطن حتى ما ننقص عليه فرحة العيد. واللي بنطلب من أخونا المواطن دائما يعني نراهن على وعي مواطننا الأردني بالالتزام بالتعليمات فيما يتعلق بارتداء الكمامة، التباعد الاجتماعي، احترام قواعد المرور، احترام المشاة حتى يكون يعني المناسبة تمر علينا وهذا العيد يمر بكل أريحية. أيضا الأسواق تم وضع خطط أمنية للأسواق على مدار الساعة، المتنزهات أماكن تواجد المواطنين تعرف فرحة العيد والناس يخرجوا إما لتناول الطعام أو للتنزه. أيضا تم مراعاة هذه الأماكن ونشر المرتبات في كافة هذه المواقع حتى ينعم مواطننا بالأمان ويستطيع التنقل والتجوال في كافة أرجاء المملكة دون ما يعكر صفو هذه المناسبة. سيادة العقيد نتحدث عن المخالفات، نعود مرة أخرى، يعني هناك صورة نمطية لدى أغلب الشعب الأردني أنه خلال فترة الأعياد تزيد المخالفات، ما هو مدى مصداقية هذا الموضوع ومتى يتم تحرير المخالف؟ يا سيدتي إحنا يعني عادة في الأعياد يعني هناك توجيهات من قيادة الجهاز بأن يكون الدور إرشادي لأخونا المواطن أنه مناسبة حتى ما يعني نقدر عليه المناسبة يكون إلا في المخالفة الخطيرة التي تشكل على يعني خطورة على حياة المشاة أو حياة السائقين الآخرين، هذه لا يمكن أن السكوت عليها. أما المخالفات البسيطة فيتم أحيانا يعني إرشاد المواطن بعدم تكرار مثل هذه المخالفات حتى المواطن يعني يستطيع بهالمناسبة اللطيفة ما يعني ما يتكدر مزاجه، لكن نطلب دائما تعاون أخونا المواطن والتزام بقواعد المرور والتزام بساعات الحظر وما يتجاوز ساعات الحظر والتزام بالحمولات المقررة بالنسبة للمركبات العمومية أيضا حتى يعني نحد من انتشار هذا الوباء والعدوى لا قدر الله. العقيد خليل عبد الله شكرا جزيلا لك، كل سنة وانت سالمين. إذا علي كما أطلعنا سيادة العقيد على هناك على وجود خطة أمنية شاملة وضعتها الأجهزة الأمنية المختلفة، كما تلاحظون هناك عدد كبير من القوات الأمنية، يعني نتحدث قبل الهواء مع سيادة العقيد أطلعنا أنه هؤلاء القوات الأمنية متواجدون منذ ساعات الصباح الباكرة حتى تحديدا منذ ساعات الفجر، طبعا 8 ساعات يقف فيها الجهاز الأمني حتى يأخذ الشفت الآخر، أنت نتحدث عن 8 ساعات متواصلة في هذا الحر الشديد، يعني وقفة متواصلة. كل ما نرجوه من المواطنين هو الالتزام فعليا بإجراءات السلامة العامة، ارتداء الكمامات، وايضا الالتزام بفترة او الالتزام بفترة الحظر ايضا والتباعد الجسدي. ان شاء الله عيد هنيء وسعيد للأردنيين ولكل العالم. نعود اليك علي. نعم شكرا اذا مجد القصير على كل هذه التفاصيل، ومرة اخرى كل عام وانت بألف خير.